فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صدق كاهنا أو أتى ساحرا لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ نعم، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن أتاه وصدقه، وإن أتاه وصدقه والعياذ بالله فقد كفر بما أنزل على محمد. من صدق الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من ذهب إلى الكاهن ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن صدقه صار كافرا والعياذ بالله. نعم.